أسباب الشعور بالخمول والكسل تنقسم إلى عدة أسباب، منها أسباب طبية وتنقسم إلى أسباب عضوية أو أسباب نفسية. والأسباب العضوية مثل نقص في بعض أنواع الفيتامينات أو كذلك نقص الهيموغلوبين أو يخدور الدم، وأيضا بعض الأمراض مثل اضطراب الغدة الدرقية وكذلك نقص السكر في الجسم. وأيضا قد يكون عائد لأسباب نفسية مثل الاكتئاب. وهناك أسباب أخرى قد تكون يعني أسباب مناخية مثل يعني الطقس الحار أو البرودة الزائدة وكذلك الضباب، وزيادة وجود الضباب يؤدي إلى كسل الإنسان وعدم يعني خروجه كثيرا، وذلك الأسباب المناخية.